الظهيرة من قناة السما نبدأها بالعناوين. صار لنا 5 سنوات محاصرين محافظة دير الزور. أهالي بلدة جديدة جابات يتظاهرون ضد قسد، تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي في المنطقة الشرقية. المقاومة ترد بالمضادات الأرضية، طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا جديدا على قطاع غزة. يوم مقارعة الاستكبار العالمي، مسيرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية. أهلا بكم. تظاهر أهالي بلدة جديدة جادات بريف دير الزور الشرقي احتجاجا على جرائم ميليشيا قسد، وذكرت مصادر محلية أن العشرات من أهالي بلدة جديدة جادات خرجوا عصر أمس بمظاهرة ضد الميليشيا، وقطعوا الطريق الرئيسية المؤدية إلى البلدة بالإطارات المشتعلة والحجارة، فيما كانوا تصدوا لأرتال الاحتلال الأمريكي ومنعوها من المرور ضمن قريتهم. دوريات الاحتلال الامريكي في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة ميليشيا قسد في مرمى حجارة الاهالي الذين رشقوا الاليات الامريكية بالحجارة ومنعوا مرورها من بلدة جديد بجارة احتجاجا على سرقة امريكيين للنفط ووجودهم غير الشرعي على الاراضي السورية، ولتمتد بذلك حوادث اعتراض الدوريات الامريكية الى دير الزور للمرة الاولى بعد ان تكررت كثيرا في الحسكة كشكل من أشكال الرفض الشعبي لوجود الاحتلال في هذه المناطق. حوادث الرشق بالحجارة والاعتراض على تسيير الدوريات تزامنت مع موجة غضب شعبية مستمرة ضد ما يسمى الإدارة الذاتية في ريف دير الزور، احتجاجا على سرقة المحروقات وعدم توفيرها للزراعة وانتشار البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام الامان في ظل نشاط خلايا داعش. صار لنا 5 سنوات محاصرين محافظه دير الزور، ما جاها كل شيء، لا خلى المنظمات تدخل عليها، ولا جابهم الكهرباء، ولا جابهم مياه الشرب، ولا الصحه، ولا التعليم، ولا كل شيء. دير الزور عندهم معدم، انهبم البترول، انهبم الغير، انهضم الأموال. ولتكشف هذه الأحداث حالة الرفض الشعبي لوجود المحتلين والمرتبطين معهم الأوضاع الحقيقية لهذه المناطق، رغم الادعاءات الأمريكية بتقديم ملايين الدولارات دعما لها واستثنائها من عقوبات ما يسمى بقانون قيصر. عودة الدولة السورية لكل شبر من البلاد وخروج المحتلين وتوقف نهب وسرقة النفط والقمح والغاز واستعادة السلطة الوطنية على المقدرات الاقتصادية للبلاد، كلها عوامل كفيلة بالتأسيس لحالة الاستقرار لتضع البلاد على سكة عودة التعافي بكل مناحي الحياة. أيهم مرعي، لقناة سما، محافظة الحسكة. وضعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خط فرز الحمضيات في منطقة أبو عفصة بطرطوس في الخدمة بعد إعادة تأهيله مؤخرا، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة في دعم مزارعي الحمضيات وتوفير العائد الجيد لهم من خلال استجرار المحصول بشكل مباشر مع تقديم الصناديق والنقل المجاني إلى صالة سوريا للتجارة وأسواق الهال التابعة للوزارة بمختلف المحافظات. مع اقتراب موسم الحمضيات الاستراتيجي في الساحل السوري وتجنبا للوقوع في اخطاء العام الفائت، بدات وزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك باتخاذ اجراءات مختلفه للانطلاق بعمليه تسويق الحمضيات في وقت مبكر. افتتح وزير التجاره الداخليه وحمايه المستهلك مركز السوريه للتجاره لفرز وتوضيب وتشميع الحمضيات بمنطقه ابو عفصه على اطراف مدينه طرطوس بعد اعاده تاهيله. الانطلاق بالنسبة لنا هو 15/11، بدنا نحاول نساهم بشكل رئيسي كسورية للتجارة كوزارة تجارة داخلية مثل العادة، بس هالمرة تكون كميات أكبر،
بالاستجرار مباشرة من الأخوة المزارعين بأسعار ممتازة وتقديم صناديق مجانا وأيضا النقل مجاني، وبالتالي توفير مبلغ كبير على المزارع. المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية سواء السورية للتجارة وباقي الجهات المعنية متابعة لعملية التسويق في الأسواق، ولحد هذا اليوم الوضع جيد، عملية التسويق جيدة، لا يوجد فائض في السوق، أسعار جيدة ومقبولة. تهدف عملية تسويق الحمضيات لدعم الفلاح واستجرار منتجاته دون وسطاء أو تكاليف نقل، ودعم المستهلك بإيصال المنتج إليه بأسعار أرخص من السوق المحلية. كان الهدف الرئيسي اليوم بالاجتماع بمحافظة طرطوس لكل مدراء فروع المؤسسة السورية للتجارة من كافة المحافظات هو وضع خطة العمل من خلال قيام مثل ما أشار السيد الوزير محافظتي طرطوس ولاذقية بالتسويق. باقي الفروع معنية سواء بالتسوق للصلاة سواء بالمراكز السوق الهالي تابعة لسورية التجارة، إضافة إلى شيء إحنا اعتمدنا عليه بالنسبة للمناطق البعيدة هو سيارات الجوالة، وحتى خيام خاصة لمادة الحمضيات وإقامة معارض حمضيات كما حدث في مدينة دمشق وفي محافظة ريف دمشق. كما ترأس الوزير سالم اجتماعا موسعا مع المدراء المركزيين ومدراء فروع السورية للتجارة في مختلف المحافظات للاطلاع على واقع التحضيرات لتسويق موسم الحمضيات الحالي في كافة فروع السورية للتجارة. من طرطوس لقناة سما علي الكنج. عاد موسم الحمضيات وعادت معه الأسئلة حول التسويق والتصدير والأسعار والتصنيع، وإذا كان الفلاح أنجز مهمته بتحقيق إنتاج وفير ونوعية جيدة، فماذا عن باقي المعنيين بهذه الزراعة؟ ومن سيقدم الحل المنتظر لردم الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك والتسويق بما يحقق مصالح جميع أطراف السلسلة التسويقية والإنتاجية؟ من المؤكد أن مراكز التصدير في محافظة اللاذقية تلعب دورا في تصريف ما أمكن من المنتج، وهي رغبة وأمنية عند مزارعي اللاذقية بأن تكون عملية التصدير هذه على نطاق واسع تخفف الوجع المرافق لواقع الحمضيات. من خلال وجود مراكز الفرز والتوضيب لتصدير الحمضيات ونواتج ومنتجات الزراعة المحمية، بالإضافة إلى عنا زيت الزيتون السوري اللي هو من الزيوت المتميزة على مستوى المنطقة. نحن في وزارة الزراعة نقوم بجملة من الإجراءات التي من شأنها أن تزيد كمية الإنتاج وتزيد جودة الإنتاج. بالنسبة لموضوع الحمضيات، نحن طبعا مصدرين، منروح من عند المزارع نشتري منه من البستان، منقطف على ورشاتنا الخاصة سياراتنا الخاصة ومنجيبها على الشماعة لهون، منعطي المزارع حقه طبعا فورا، ومنبلش شغل وفرز وتوضيب. ومما لا شك فيه أن العراق ومصر والخليج وغيرهم أرض خصبة للتصدير، ولا سيما الحمضيات والرمان والتفاح والخوخ والمشمش والكرز والدراق، ولكن بعض المزارعين يطالبون بتسهيلات أكثر في الوقت الذي تكون فيه تكاليف النقل البري والبحري أمرا مرا في عملية التصدير هذه. بلش دوامي من 8 للأربعة، الحمد لله الشغل ممتاز كتير. نحن بنشتغل انه بننقي الحب الكويس بنحطه بالقفاص، واما الحب الخربان بنبعته انه على الخط. نعمل على توضيب الحمضيات بشكل جيد بحيث انه نعمل انه ننقي الحب الكويس ونحطه بأقفاص. اجى براد بالليل بدخله على الشماعة ومسؤول على حمايته في كل شيء. بيجي الحب من الآلات بينفرز على 4 فرزات مثلا أول تاني تالت إكسترا، والحب اللي مانو كويس نكبه بالقطاعة، والحب اللي كويس نحطه بالصندوق. مزارعو الساحل إذن يأملون أن ينسحب التصدير على أكبر عدد ممكن من منتجات زنودهم السمر، ليكون التصدير هذا حلا لمشكلاتهم وتخفيفا عن تكاليفهم الكبيرة. من اللاذقية باسم عباس، قناة سما الفضائية.
أعلنت المقاومة الفلسطينية أن الاحتلال أقدم فجرا على استهداف موقع لها على مدخل مخيم المغازي بعدد كبير من القنابل لترد بالمضادات الأرضية وتتصدى لطيران الاحتلال. هذا ونفذت طائرة إسرائيلية عدة غارات على عدد من الأهداف في قطاع غزة، فيما زعم إعلام العدو أن الغارات جاءت ردا على إطلاق صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة. سلسلة غارات أطلقتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة استهدفت مواقع للمقاومة قرب مدخل مخيم المغازي، محدثة أصوات انفجارات ضخمة وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المخيم. غارات العدو نفذت بزعم الرد على إطلاق صواريخ من القطاع في اتجاه مستوطنات الغلاف. موقع القناة 14 التابعة لإعلام العدو أعلن أنه للمرة الأولى منذ عملية وحدة الساحات أطلقت 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة في اتجاه المستوطنات. تبرير اعتادت عليه فصائل المقاومة التي أكدت أن مضاداتها الجوية تصدت للطيران المعادي، فيما أعلنت فصائل المقاومة أنها ستبقى رأس الحربة للدفاع عن شعبها وأرضها وتتصدى للعدوان الغاشم في كل بقعة من فلسطين. إعلان أثبتته مؤخرا عملية حاجز شحفاط التي كانت ضربة موجعة لقادة الاحتلال الذين قرروا ألا يعمل الجنود ضمن مهام الشرطة، لذا سحب كل عناصر الشرطة العسكرية من الحواجز في الضفة الغربية والقدس والمعابر من حاجز في شحفاط بشكل رسمي، وذلك بعد الاطلاع على نسخة من التحقيق الذي جرى بالعملية والتي كشفت الخلل في الأجهزة الأمنية. قال الرئيس الإيراني إن النظام الأمريكي هو رمز الاستكبار العالمي. إبراهيم رئيسي وخلال إحياء اليوم الوطني ليوم مقارعة الاستكبار العالمي أطال على المشاركين بالمسيرات الحاشدة ليؤكد أن واشنطن صنعت المجموعات الإرهابية ودعمت الجماعات الانفصالية وارتكبت جرائم عديدة، فيما بيّن أن الشعب الإيراني لن يخضع للغرب وسيصمد أمام المخططات والمؤامرات. بشعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل انطلقت مسيرات مليونية قادها الشعب الإيراني معلنا رسالة الثورة الإسلامية واستنكارهم وتنديدهم بجرائم واشنطن ضد الشعب الإيراني الذي تلقى أيضا دعوات للحذر والبصيرة حيال مخططات الأعداء. الحرس الثوري خلد هذا اليوم باعتباره يجسد مقاومة الشعب وصموده ويثبت مساحة يأس الحكومات الأمريكية التي لها قائمة تطول من الخطوات العدائية ضد الشعب الإيراني، وفي معادلة عكسية أدت كل خطوة إلى هزيمة مذلة لها. إيران مصرة أن تبقى حرة ولن تكون بقرة حلوبا للولايات المتحدة التي تدعم المجموعات الإرهابية وتظهر نفسها أنها من حماة حقوق الإنسان. كل من يقف مع أعمال الفوضى في إيران فليعلم أنه يدعم الولايات المتحدة ومخططاتها. الأمريكيون يريدون تصفير الصادرات النفطية وعزل إيران لكنهم فشلوا، وإيران حاضرة في كل معادلة في المنطقة. في طهران ومشهد وأراك ولورتستان ودلهران وشيراز وكرمانشاه نزل الإيرانيون إلى الشوارع إحياء لذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 واحتجاز الجواسيس الأمريكيين داخلها ل444 يوما. واليوم يعلن الشعب الإيراني بصموده ومقارعته للاستكبار هزيمة الصهيونية والاستكبار، ليطالب البيان الختامي لمسيرات طهران الجهاز القضائي بمحاكمة مرتكبي الجرائم الأخيرة في البلاد. أطلق
سقط وسط سوفوروف النووية الروسية بنجاح صاروخ بولافا العابر للقارات من البحر الأبيض شمال الكرة الأرضية، حيث بلغ هدفه في حقل كورة بجزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا. هذا وسبق لغواصة الأمير أوليغ الروسية أن أطلقت مؤخرا صاروخ بولافا وأصاب هدفه بدقة في كامتشاتكا. يذكر أن صواريخ بولافا تطلق من منصات ثابتة تحت أرضية وأخرى متحركة ومن الغواصات الروسية المنتشرة في البحار والمحيطات، وهي صواريخ استراتيجية يحمل الواحد منها عشرات الرؤوس النووية. عرضت الدفاع الروسية لقطات توثق استخدام مسيرة انتحارية من طراز لانسيت في تدمير مدافع غربية تلقتها قوة كييف من حلف الناتو، وتظهر في اللقطات مسيرة لانسيت وهي تنقض على عدد من الأهداف على الأرض قبل أن تفجرها. هذا وتبلغ سرعة المسيرة عالية الدقة 110 كيلومترات في الساعة بمدى تحليق يصل إلى 40 دقيقة، ويمكنها إجراء الاستطلاع بشكل مستقل واكتشاف الهدف في ساحة المعركة وضربه. وبفضل الحماية المضادة للليزر يكاد يكون من المستحيل اعتراض لانسيت كاميكازي أو تدميرها. أعلن الأمين العام لحلف الناتو أن فنلندا والسويد نفذتا كل الشروط التي طرحتها تركيا لانضمام البلدين إلى الحلف وأن الوقت حان لقبولهما. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي إنه سيناقش المسألة مع الرئيس التركي بزعم أن الوقت مناسب لإرسال الإشارة الصحيحة إلى روسيا لمنعها من ارتكاب أي خطأ في الحسابات. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أهمية تعزيز التعاون بين الصين وألمانيا والعمل معا لتحقيق السلام العالمي. هذا وكان المستشار الألماني أولاف شولتز رفض عرض الرئيس الفرنسي بالسفر معا إلى الصين، وخلال زيارته طالب شولتز بكين بعلاقات تجارية واقتصادية متساوية تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل. فيما قال رئيس الوزراء الصيني لي كاتشيانغ إن بكين وبرلين متفقتان على ضرورة تحمل المسؤولية في هذا العالم المثقل بالمشكلات. إمدادات الغاز والطاقة الدولية يجب أن تكون مضمونة، وإلا فإن العالم سيواجه كارثة، ونحن متفقون على ضرورة تحمل مسؤولياتنا في هذا العالم المثقل بالمشكلات. لا يمكن للعالم تحمل تبعات المزيد من التصعيد في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. أحض الرئيس الروسي على عدم رفض تمديد اتفاق الحبوب الذي تنقضي مهلته خلال أيام. يجب عدم استخدام الجوع سلاحا. لقد طالبت الرئيس الصيني شي جين بينغ باستخدام نفوذه لدفع روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا. حرك الجيش الكوري الجنوبي طيرانه بعدما رصد 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية في مختلف الأجواء من شبه الجزيرة الكورية. ونشرت القوات الكورية الجنوبية 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات شبحية من طراز F-35A مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم. كذلك تبقى 240 طائرة حربية مشاركة في مناورات في جيلات ستوم المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية في حالة تأهب مع مشاركتها في المناورات التي جرى التمديد لها. إلى العناوين. صار لنا 5 سنوات محاصرين محافظة دير الزور. أهلي بلدة جديدة جيدات يتظاهرون ضد قسد، تصاعد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الأمريكي في المنطقة الشرقية. المقاومة ترد بالمضادات الأرضية، طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا جديدا على قطاع غزة. يوم مقارعة الاستكبار العالمي، مسيرات حاشدة في مختلف المدن الإيرانية. بهذا نكون وصلنا إلى ختام نشرتنا، في أمان الله.